عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا، مرحبا بكم، معاكم فاطمة الجاوي. ما رح أطول عليكم في المقدمة، رح أخش على طول في الموضوع. صار لي في 2017 موقفين خلوني أقرر أشياء جديدة في حياتي. الموقف الأول في شهر أكتوبر، كان عندي إجازة فصل الخريف 4 أيام، قررت أروح فيها ولاية يوتا عشان أزور بالذات زايون ناشونال بارك. شوفوا الرابط حق الفلوج. ثاني يوم طلعنا هايك اسمه أنجلز لاندينج، تقريبا ارتفاعه 500 متر وطوله 7 كيلو. هنا ما في مشاكل. أنا أخذت الهايك هذا في ساعتين، كنت كل شوية أوقف عشان ألقط نفسي، اللي لاحظته وشد انتباهي إنه في عجايز ناس مختلف الأجناس والأعراق أكبر مني بكثير، ما شاء الله تبارك الرحمن، وصلوا علينا القمة وما عليهم التعب والإرهاق اللي كان علي أنا. أنا قلت إيش الهرجة، إيش الحكاية؟ أنا هنا يعني ما صدمني الموضوع، يعني حسيت إنه يمكن عشان أول مرة أطلع. لكن في طريق النزلة كان معنا واحد من الشباب الله يذكره بالخير، هندي، كان طالع وأنا التقيت فيه في نص الطريق وأنا نازلة. شايل عدة تصوير مرة ثقيلة، كان شايل ترايبود، كان شايل كاميرات، كان شايل حاجة كده على ظهره، ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني كلامه ما يقطع معايا، ما نفسه مو مقطوع يعني. واللي فاجأني أكثر إنه هو أخذ الهايك اللي أنا أخذته في ساعتين تقريبا، وأكثر والله، أخذه في أقل من ساعة، من جد أقل من ساعة. أنا هنا قلت يا بنت في شيء غلط أنت قاعدة تسويه في حياتك. اروح الجيم والله والعب حديد واكتف، اعتبر نفسي اكتف يعني ما بين يعني من بين ماي بيز اعتبر نفسي اكتف. فطلع الموضوع اكبر من كده، طلعت الهرجه انه انا مركزه على حاجه واحده بس اللي هي الحديد، من حديد، وما عندي التنوع الرياضي اللي يخلي جسمي يتحمل جهد اعلى. الموقف الثاني اني كنت في محاضره واحده من دراسات التخصص الوقائي من السمنه، والبروفيسور صدمني بدراسه في 2013 تقول انه السعودي حققت المركز الأول عالمياً في الإصابة بمرض السكري. وهذول فقط الناس المشخصين، ونسبة الناس الغير مشخصين أعلى بكذا بكثير. أنا هنا جاني التفكير السعودي هذا، لا نصابين، هذه مؤامرة. وقلت يا بنت روح يسوي أبحاثك بنفسك، وبالفعل والله رحت سويت أبحاثي وقلت أشاركها معاكم. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، طبعاً الأبحاث أغلبها بالإنجليزي وأنا بحاول أترجمها قد ما أقدر. خذوا عندكم The Child Obesity Epidemic in Saudi Arabia. Epidemic على فكرة معناتها وباء. منظمة الصحة العالمية تقدر أن 30% من الأطفال في السعودية إما مفرطين في الوزن أو لديهم سمنة. خش على الثاني. اسمع يا سيدي، البحث الثاني بعنوان تقييم عوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية لدى مرضى السكري السعوديين. تقول عدم التحكم في سكر الدم مرتبط بعدم التحكم بالدهون والسمنة والضغط والتدخين. البحث الثالث تجربة السمنة بين 7 نساء يفكروا بإجراء عملية جراحية. تقول الدراسة إنه النساء يشجعوا بعض إنهم يروحوا يسووا العمليات. سميرة روحي بالله جرب العملية الفلانية، والله يعني تاكلي لين ما تنبشني ولا تدخني، عودك زي ما هو. صدقيني. الدراسة الرابعة تقول إن هناك ارتفاع في نسبة التدخين والسكر والضغط والتبطح والتسدح والكوليسترول وأمراض القلب بين النساء السعوديات. يا بسمتي افتحتي. الدراسة الخامسة معدل انتشار السمنة وزيادة الوزن وارتفاع السكر والدم والضغط والدهون في دول الخليج العربي. زيادة معدلات الوزن والسمنة في البالغين في الخليج العربي وفي النساء أعلى من الرجال. ومن ضمن هذه الدول المتقدمة عالميا ما شاء الله بين 216 دولة هي الإمارات، السعودية، الكويت، عمان، البحرين. أنا فجأة حسيت إنه السمنة والضغط والسكر ومرض القلب صايرة بصير في الوطن العربي ما هو قرار، الشيء اللي جدا مزعجني. لكن إلى هنا وكفاية، إحنا
هذا. وأنا قررت في البرنامج هذا وبالذات للبنات وبالذات مع قرار قيادة السيارات إنه الصحة واللياقة والمرونة تصير قرار وليست مصير. وبما إنه سنة جديدة والكل والجميع عنده أهداف، أنا كمان عندي هدف، قررت أشارككم مع بنات الوطن العربي من هنا من منبر اليوتيوب. هدفي في 2018 إني أحسن من لياقتي البدنية وصحتي بشكل عام. أبغى أحسن من أداء قلبي، أبغى أحسن من تحمل الكارديو، أبغى أحسن من قوة العضلية، أبغى أحسن تنفسي. راح أوصل لهذا الهدف بإني أسأل خبراء في المجال، أتثقف صحياً، أحسن من عادات الغذائية، وأجرب رياضات ومغامرات جديدة ومختلفة. وبما إني بتكلم من صلب تخصصي في التغذية والصحة الحركية، قررت أسوي هذه القناة وأسميها فت فطوم وأخليها كمرجع للبنات في الوطن العربي. أسبوعياً نسوي مع بعض تحديات متنوعة، نتعرف على مصطلحات رياضية